تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا، أهلا بكم في حلقتنا الخاصة هذه من ريبوست. أهلا بجميع مشاهدينا على صفحتنا في فيسبوك عبر البث المباشر، وأيضا على منصتنا على يوتيوب، وكل من يتابعنا عبر البث الفضائي. حلقة خاصة من ريبوست اليوم نخصصها للحديث عن الجلسة الاستثنائية، أو ما سمي بالجلسة الاستثنائية، لمواجهة الواقع الاقتصادي المؤسف الحاصل في سوريا والمتمثل بشكل رئيسي بانهيار سعر صرف الليرة السورية حتى وصلت إلى مستويات قياسية لم تصل إليها في وقت سابق. كما سنرصد التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي حيال هذا الأمر، وهناك أيضا مفاجآت أخرى. ابقوا معنا. مسرحية سخيفة، هكذا عنونا سوريون ما حصل يوم البارحة تحت قبة مجلس الشعب التابع للنظام، حيث اجتمع فريقان أحدهما لعب دور السائل، بينما لعب الثاني دور المسؤول، بينما بقي مؤلف تلك المسرحية قابعا في قصره يتفرج، تاركا لمن والاه شعارات من الصمود والتصدي والانتصار على الإرهاب، ومطلقا نظريات ربما يصعب على عبقري الرياضيات نفسه تفسيرها. إذن جلسة استثنائية لمجلس الشعب، استجواب للحكومة على خلفية الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي وانهيار سعر صرف الليرة السورية، احتل وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات المهالية التي تنبأت بالخيبة قبل وقوعها، حيث أقر مجلس الشعب التابع للنظام بكارثية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا، مع تسارع انهيار الليرة بقدر كبير لتتجاوز للمرة الأولى عتبة 12 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، وأيضا ملقيا باللوم على الحكومة في إدارة الملف الاقتصادي، إلا أنه في الوقت نفسه اعترف بعجزه عن تغيير الواقع في البلاد. كثير من التفاعلات جاءت على خلفية هذه الجلسة الاستثنائية التي أحضرت فيها الحكومة على أساس من أجل استجوابها، ولكن الأمر حدث بالعكس، إذ ظهر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ليلقي خطبة سميداعية كما وصفها الصحفيون والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا بداية نرصد بعض من ردود الفعل على هذه الجلسة الاستثنائية قبل الحديث عنها، وسنذهب مباشرة إلى الناشط من اللاذقية بشار برهوم الذي لم يستطع السكوت هذه المرة عن نتائج الجلسة، ونشر فيديو طالب فيه برفع يد حزب البعث عن السلطة وإلغاء مجلس الشعب وحل الحكومة، حيث وصفهما بالتوأمين. يسعد صباحكم، عذرا فاتني بالبس السابق من شي ساعة بعنوان التوأمان، اني يعني انا وصفت الحالي لكن ما طرحت الحل. حل باختصار شديد، اول شيء الغاء هذا المجلس، مجلس الشعب، تماما اقاله هذه الحكومه بالكامل، والغاء ورفع يد حزب البعث عن السلطه. انتخاب مجلس شعب جديد ما له علاقة في حزب البعث، ما بيتدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد. اثنين، تشكيل حكومة تكنوقراط متخصصي، هي اللي أقدر إنها تعمل شيء وتشتغل صح. وهي الجبهة المجبهة، هي الكذبة تلغى تماما. أنا فاتني إني أطرح الحل يلي هو من وجهة نظري ورأيي بالفيديو السابق والبث السابق عن التوأمان وعن الفضيحة الكبيرة اللي صارت اليوم، اللي هي أكبر شاهد على عدم الثقة نهائيا، وما في أمل لا بالمجلسين توأمين، لا الشعب ولا الحكومة ولا هذا حزب البعث. حرية أحزاب سياسية من تقية الشعب، ما تكون سلطة الأوحد وحكومة تكنوقراط تمثل العمل التخصصي لكل الوزارة، ومجلس شعب يمثل كامل شرائح الشعب السوري.
بدون هاي ورقة الجبهة وما الجبهة وعزب شحوق. أعتذر من المتابعين إنه فاتني لا يعني إني أقدم هذا الحل وأطرحه. تحياتي لكم. إذن كان هذا رد الناشط بشار برهوم على ما سمي الجلسة الاستثنائية في مجلس الشعب، وكما قلنا تم إحضار الحكومة رئيس الحكومة من أجل استجوابه والوقوف على أسباب الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلت إليه الأمور في سوريا. طبعا رئيس الحكومة يعني لم يكن بشكل دقيق يستجوب في مجلس الشعب، لكنه ظهر وألقى ما يشبه المحاضرة، خلط فيها السياسي بالوطني بالخدمي. يعني يمكن القول بأنه كان يقوم ببهدلة أعضاء مجلس الشعب كما وصفها بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، من باب أنه ألا ترون الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد؟ أعداؤنا كانوا يتوقعون أن تنهار الدولة في العام 2012، ولكننا صمدنا حتى اليوم. هذا إنجاز. لذلك كنوا واسكتوا، هذا يعني باختصار ما قدمه عرنوس. أيضا اعتبر عرنوس أن الأسباب التي دعت لانعقاد الجلسة الاستثنائية ليست بالخطيرة، فهذا الواقع تعيشه البلاد منذ 12 عاما في مواجهة الواقع الاقتصادي المتردي، وهذا الأمر يقع ليس فقط على عاتق الحكومة بل يقع على عاتق الجميع. الصحفي كنان وقاف، صحفي سوري كان يعيش في طرطوس، كان له العديد من المواقف والعديد من الانتقادات التي كان يكتبها على صفحته في فيسبوك. تم اعتقاله عشرات المرات، أو ليس للمبالغة ربما 3 أو 4 مرات تم اعتقال كنان وقاف. هذه المرة ظهر كنان وقاف، والذي سبق كما قلنا أن اعتقلته قوات النظام، ظهر في فيديو يوجه فيه كلامه للأسد مباشرة، موجها اتهامه لحواجز الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد ولمكاتب زوجته أسماء التي تفرض الضرائب أو الإتاوات كما قال كنان بالدولار، وأنه ليس هناك حاجة لهذه المسرحية، مسرحية الجلسة الاستثنائية، لأنها لن تحقق شيئا. ظهور كنان هو ظهور لافت وغير مسبوق، كونه هذه المرة كان يتوجه بشكل مباشر للأسد، وحقق الفيديو الذي نشره اليوم على صفحته في فيسبوك حقق انتشارا كبيرا. نتابع. مساء الخيرات. بس في كلمتين حاب احكيهم. يعني هلا اجتمع الحكومة ومجلس الشعب وقصص طويلة وعريضة شان ارتفاع الدولار ولا ساعة، بس أنا أحب وجه رسالة للسيد الرئيس. أنا بذكر الحكايات بس يعني حضرتك أمور أن يشيلوا الحواجز تبع الرابعة، وبلا المكتب السري ما يفرض ضرائب، المكتب تبع الياسمين ضرائب على التجار وبحلب وبالشام بتكون حصرا بالدولار يعني، وبلا الياسمين كمان ما تفرض الأتاوات على التجار، والمجامع المكاتب اللي بيصرفوا بالسوق السوداء هدول يا ريت يعني اللي انت جمعتهم من حوالي سنتين وتشتروا انتم من السوق السوداء، بس تشتروا ما بتبيعوا وبتجيبوا لي اياه، هذول بس شيلهم ترجع الامور طبيعيه، خليها الناس تعيش خلاص، ما بتضل تلاقي الليره نزلت لحالها يعني. في داعي لهمروجة انه والله الحكومه هي المسؤوله ومجلس الشعب راح يعالج؟ يعني اذا انت مصدق حالك مشكله، اذا مصدق انه احنا مصدقينك فهي كارثه. سريعا إلى ما تمت كتابته وتم التفاعل معه على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا خلدون يقول في هذا التعليق أو هذا المنشور، يقول العرندس والإخماهو لا تغيير ولا تصريح عن خطة إنقاذ وهذا الحاضر. عجبك أيها الشعب؟ عجبك، وإذا ما عجبك انطح رأسك بالحيط. شماعة الحرب والحصار والزلزال محفظتوها يا شعب؟ عن جد ما بتستحوا. حسان يقول مجلس الشعب في اجتماع طارئ يحجب الثقة عن المتة ويقرر منحها للشاي، لذلك المتة انفقدت لكن سعرها ارتفع بشكل صاروخي. فعلا نحن في بلد المهازل. على فكرة قبل ما أنسى، قرروا جماعة الصم والبكم أنه غدا سيكون الثلاثاء.
أيضا من التعليقات هنا شادي محمد عاصي يقول قال شو؟ ولك نحن شعب بنضل نفهم ونظن غلط. اسمعوا، قد يظن البعض أن انعقاد هذه الجلسة هو لأنه الأمور أصبحت خطيرة جدا. العمى شو منظن؟ من هل يقول نحن بطرطوس استفدنا كثير من هالجلسة، الكهرباء مقطوعة صار لها 12 سنة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع سينضم إلينا الآن من بيروت الصحفي السوري كنان وقاف. تحية لك كنان، هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها على الإعلام. نشرت اليوم ما يمكن تسميته بفيديو غير مسبوق بالنسبة لك، وجهت فيه رسالة للأسد. ما الذي تغير في وضعك مؤخرا؟ نحن نعبد هي تغير من النازيين كله نزل فرص سوريا، فصار في تحت أكثر ولا أقل. وما أتكلمه هو ما يعرف كل الشعب السوري بالمناسبة يعني، لكن هل تخرج من سوريا بإمكانك أن تتكلم؟ هذا أول فرق فقط. أنا الصوت لا يصلني كنان، يبدو هناك مشكلة تقنية، لو بس نصلح الصوت لم أكن أسمعك. هل تسمعني كنان؟ نعم أسمعك. لا أعرف يعني الكنترول يقول أن الصوت كان موجود على الهواء، ولكن أنا لم أسمع إجابتك كنان. تحدث في الفيديو كنان عن حواجز الفرقة الرابعة في الفيديو، ما هي هذه الحواجز؟ كيف تعمل؟ يعني أي سوري تسأله يعرف ما هو الفرقة الرابعة، حواجز الفرقة الرابعة هي منتشرة على كل أنحاء سوريا، هي فقط تقوم بالتسويق. أي تاجر مثلا يستورد أي منتج كان سواء غذائي أو تقني أو أي شيء، بالترابط الطرق بين المحافظات هناك هذه الحواجز، وهي لها طريقة عجيبة بالمناسبة لفرض الأدوات، يعني هي تقيس القاطرة ومكسورة أو السيارة الحاملة طولا وعرضا وارتفاعا، ما هي المساحة، ويفرض على كل مساحة مبلغ معين. طبعا هذه الحواجز مثلا فلنفترض منطقة في التاجر اللي بنقل بضاعته من المرفأ إلى مثلا المدينة الصناعية في الضفة، تتواجه مثلا 4-5 حواجز، أو إلى ذلك في أمام يعني مدينة صناعية هناك حاجز أيضا عليها أن يدفع. عند تصنيع هذه المواد وخروجها مرة أخرى ستخضع لنفس المسيرة ونفس التركيب، لذلك ستضاعف سعر المادة 4 أو 5 أضعاف حتى في الحد الأدنى. نعم كنان، ماذا قصدت بالمكتب السري؟ تحدث عن ما أسميته المكتب السري للياسمينة، ما هو المكتب السري مكتب الياسمينة؟ هذا المعروف عنه أنه هو المكتب السري، يقال أنه يدفع للشخص رايك إبراهيم في القصر الجمهوري وهو مرتبط في الأولى، يقومون بإجراء جلسة على أي تاجر يلاحظون أن بلغ لديه مثلا ثروة معينة مستوى معين من المال، يقومون بإرساء دراسة كاملة ثم يأتون إليها على غفلة بكاميرات مزجزة وبعناصر أنت عليك المبلغ الفلاني، عليها أن يدفع، إذا لا يدفع يذهب إلى قرى الخطيب في دمشق، طبعا تجار جنوب يعرفون ذلك ولديهم أسس كثيرة موثقة، ناس التجار راسلوني وفرضت عليهم مبالغ، ولو رجعت فقط مثل كثير كثير كثير، طبعا يفرض عليه مبلغ معين لا يخرج قبل أن يدفع. اختصار. نعم كنان، يبدو هناك المشكلة يعني ربما من الميكروفون الذي تستخدمه، لو تتحدث إلى الهاتف مباشرة ربما يكون الصوت بشكل أفضل. تحدث عن الأتوات المفروضة على التجار، كيف تدار هذه العملية؟ يعني هل يتم الذهاب إلى التاجر إلى محله إلى معمله مثلا أو كذا، ويعني هناك يكون راتب شهري مثلا يتم دفعه، هل يدفع بالدولار، إلى ماذا يتم الاستناد بتخصيص هذا المبلغ، كيف يتم تخصيص هذا المبلغ؟ لا كيف يتم تخصيص هذا المبلغ لا أحد يعلم،
هم لديهم توارث معين بخطوطهم هم، يعني لا يمكنك ان تعرف من اسلوب تغيير التعبير او المنهجيه المعينه في فرض هذا المبلغ. هم لديهم قواعدهم الذين يفرضون. هلا في التجار تمر لنوعين، تجار ياتي به المبلغ السري انت عليك ان تدفع المبلغ الفلاني دون تبرير. القسم الثاني هم تجار فرضت عليهم خبوات، يعني في الشهر لدينا 20% من ارباحك يجب ان تدفع 30% 40%. هم من يقدرون النسبة على اعتباراتهم هم، وليس على وليست معروف، يمكن ان تعرف كيف وضعوا هذه الاعتبارات. نعم. طيب كنان، بالنسبة للوضع الاقتصادي وسعر الليرة السورية، ذكرت أن الأسد، ذكرت في الفيديو أن الأسد جمع مكاتب الصرافة قبل شهرين كما قلت في الفيديو، وأمرهم أن يسحبوا الدولار من السوق وأن يأتوا بهم إليه. تحكي لنا هذه القصة، ما هي هذه القصة؟ لا، وليس شهرين تحديداً، بس يوم بتضرب أحد التحقيقات الإقصائية التي كتبتها في جيد. فكان هناك مسؤول أحد الأشخاص يتبادل التعرف الكتنية، يتبادل الحديث اللي سألته، قال أنه هو مسجون لأنه رفض التزام بما طلبوا منه. يعني سألته شو المطلوب، قال تم جمعنا في فندق بس وأظن هو فندق ميت أنه أنت تشتري فقط الدولار لا تبيع، وتحاسب يعني في أشخاص معينين مكلفين كل أسبوع ما القيمة التي يتم تصريفها من الدولار في السوق السوداء، عليك أن تحاسبها عليه. نعم. طيب كنان، ريثما نستطيع إصلاح الصوت سننتقل إلى كلمة حسين عرنوس، الكلمة المطولة طبعا التي تحدث فيها في مجلس الشعب في هذه الجلسة الاستثنائية، وتحدث فيها عن الانهيار الاقتصادي وربطه بأسباب خارجة عن إرادة الحكومة من دون استطاعة أعضاء المجلس كما قال استجوابه أو طرح أي سؤال للإجراءات التي من المفترض اتخاذها للحد من انهيار قيمة الليرة السورية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، إذ تم تداول أخبار عن الجلسة ومن داخل الجلسة أخبار عن مغادرة بعض أعضاء الجلسة بسبب أن الجلسة كانت عادية تشبه مثيلاتها من الجلسات السابقة، ولم يتم التطرق لأي حديث يعود على الناس بالفائدة والنفع. نتابع كلمة حسين عرنوس. قد يرى البعض أن انعقاد هذه الجلسة استثنائيا اليوم هو لأن الأمر خطير جدا، لكن الواقع يقول إن الخطورة في الحالة الدائمة والسائدة منذ أن شن أعداؤنا حربهم على سوريا، لا بل أن التحليلات والحسابات الاقتصادية التي تحدث عنها أعداؤنا منذ انطلاق الحرب قبل 12 عاما تشير إلى أنه كان يفترض أن تفلس الدولة السورية وأن تنهار اقتصاديا منذ عام 2012، لكن الدولة استمرت بمسؤولياتها الاقتصادية بمختلف القطاعات على مستوى سياسات التوظيف، الرواتب والأجور، التعليم والتربية، الصحة والكهرباء والقمح والطاقة، إضافة لاستمرار في تأمين الميزانيات للمؤسسة العسكرية بعتادها وقواتها. وقد لا يكون تأمين هذه المسؤوليات بالحدود القصوى، لكنها بقيت مؤمنة بالإمكانات المتاحة، والخطورة حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيش بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها، أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها، وبالتالي الاستمرار بنفس السياسات دون أي تغيير وكأن شيئا لم يكن. إن لقاءنا اليوم تحت قبة مجلس الشعب لمناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحرك في إطار سياسات وطنية، وأقول سياسات وطنية لأنها ليست سياسة خاصة بالحكومات، فعندما نطرح الخيارات والمقترحات فهي خيارات ذات بعد وطني ولا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك،
وهذه مسألة في غاية الأهمية، يجب أن ننطلق منها حكومة ومؤسسة تشريعية منذ بداية الحرب على سوريا، ونحن نخوض غمار معركة فرضت علينا خيارات متناقضة فيما بينها إلى أبعد الحدود، وكل خيار له ظروفه ونتائجه المناقضة للخيار الآخر. والآن نحن بحاجة لحوار يتسم بالواقعية والمنهجية، وينطلق من توصيف التحديات بعقلانية بعيدة عن العواطف والتمنيات. أمل أن تكون مشكلة الصوت قد حلت مع صحفي كينان وقاف الذي سيعود للانضمام إلينا، لكن هذه المرة عبر الهاتف. مرة جديدة تحياتي لك كينان، هل تسمعني؟ أهلا عبد، أسمع. نعم، الصوت أصبح أفضل. كينان، جلسة استثنائية للوقوف على الواقع الاقتصادي. أنت كصحفي كنت تعيش في سوريا إلى حتى وقت قريب، يعني كنت في سوريا. برأيك ما أسباب هذه الأزمة الاقتصادية؟ كيف تعمل الأمور في الداخل؟ وما علاقة الدولار والتجار والأتاوات ومكتب أسماء الأسد وغيره من المكاتب المحيطة بالأسد؟ ما هو دورها في وصول الحالة الاقتصادية إلى ما وصلت إليه؟ طبعا الحالة الاقتصادية هو يعني بسبب كل ما ذكرت. أولا تضاعف سعرها أكثر من 5 أضعاف بسبب هذه الحواجز والتشغيل المفروض عليه. ثم التجار والصناعيين الذين يتم الفرض عليهم من المكتب مثلا مبالغ مهولة، يقومون بإغلاق منشآتهم والسفر، يضطر البلد إلى الاستيراد بسعر الدولار الشديد. في السوق السوداء الذي يقومون هم برفعه عبر مكاتبهم ووسطائهم. هذه الامور كلها ادت الى تضخم شديد. يعني الان لك ان تتخيل ان راتب الموظف السوري هو 8 دولار مثلا، بينما نفس الحكومه تقوم بتسعير مثلا فلنقل الخروج ب 2 دولار او 3 دولار. يعني هل لك ان تتخيل ان نفس الحكومه التي تعطيك راتبا يقدر ب 8 دولارات هي نفسها تقوم بتسعير مثلا فلنفترض الفروج المشوي مثلا ب 2 دولار؟ يعني هذا غير مقبول، كله بسبب سياسه، لا يوجد سياسه اقتصاديه اساسا، وفقط عباره عن قوات واتوات يتم فرضها بحلقات دائريه كلها تعود الى بشار الاسد وزوجته. نعم. طيب كينان، أخيرا يعني هل لديك ما تقوله يعني بهذا الخصوص؟ إلى أين تتجه الأمور برأيك الآن؟ يعني الآن لاحظت فقط على المنشور على الفيديو الذي كنت بس صباحا رأيت آلاف التعليقات، الغالبية كانت من الروس، يعني البيئة التي لم تكن تستطيع الكلام الآن وصل بها الأمر إلى الانفجار تماما. الناس جائعة بمعنى الكلمة، الناس لا تجد، بعض الناس تصلني رسائل بعض الناس لا يمكنها شراء الخبز حتى. فلك أن تتخيل أن البيئة التي كانت تسمى حاضنة بشار الأسد بدأت في الكفر به. يعني بالنهاية الجوع ضرب أطنابه بشكل كبير جدا بسبب هذه الإجراءات القاسية، يعني الإجراءات التي لا يؤخذ مصلحة الشعب فيها، إنما فقط مصلحة النظام الحاكم عبر كما ذكرنا عبر المكتب الخاص، عبر الأمانة السورية التي تديرها أسماء الحسن أسماء الأسد، أيضا مثلا الحواجز الرابعة. كل هذا أدى إلى جوع شديد، الناس كفرت دماء وجاعت فعلا. نعم، كل الشكر لك كينان وقاف الصحفي السوري، كنت معنا من بيروت، تحية لك، جزيل الشكر لك. وإلى هنا نصل إلى ختام ريبوست اليوم. مشاهدينا، غدا لقاء جديد بتمام 7 بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله.